السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم على قناة ألماني في المحلة. لايك سبسكرايب كوباية الشاي ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على الطلب المهذب أو الكونكتيف سباي. الطلب المهذب هي صيغة، ميزتها انها الطف من صيغه الامر. يعني عندنا صيغه الامر وعندنا صيغه الكونكتيف ساي. صيغه الكونكتيف ساي الطف من صيغه الامر، ويعني هل من الممكن، هل من الممكن. يعني انت لما تيجي تدي لحد امر بتقول له ايه، اعمل لي شاي، انما صيغه الكونكتيف ساي معناها هل من الممكن انك تعمل لي شاي. وتتكون من بتحط فعل فوردن او فعل كونتن في بدايه الجمله، لانه سؤال بايه، بهل. يعني اتفقنا ان السؤال عندنا اسئله بأداة استفهام وعندنا اسئله بهل. السؤال ده سؤال بهل نظرا لان انت بدات بالايه؟ بالفعل. بعد كده بيقول لك يتم تصريف الفعل اللي انت حطيته في الاول بقى، اللي هو فوردن او كونتن. يعني انت جبت فوردن او كونتن في البدايه، بعد كده يتم تصريفه مع فعل الايه؟ الجمله، والذي ياتي مباشره رقم 2. يبقى هتحط فوردن او كونتن رقم 1، نصرفهم مع الفعل اللي هيجي لك رقم 2. بعد كده تحط كلمة بيتا رقم 3، بتكمل سؤالك عادي، تحط المصدر في نهاية الايه؟ السؤال. تمام. يبقى انت عندك الطلب المهذب ده هو عبارة عن سؤال. الطلب المهذب ده هو عبارة عن سؤال، بجيب جوردن او كنت من رقم 1، الفاعل رقم 2، كلمة بيتا رقم 3، بكمل سؤالي عادي، وفي الاخر بحط المصدر بتاع الفعل، بحط المصدر بتاع الايه؟ الفعل. طيب كلمة الجملة دي محطوطة بس مجازا، يعني احنا ممكن نشيل كلمة الجملة دي ونحط بدلها كلمة السؤال، لأن الكونكتيف ساي هو عبارة عن سؤال مهذب. طيب بعد كده بيقول لك طب فوردن أو كوتن دول تصريفه عامل إزاي؟ قال لك مع تصريف الإيش هو نفس تصريف الإيه والإس والزي، يعني فورد. طب مع الدو باخد تصريف الإيش أحط عليه الإس تي يبقى فوردست، مع الإير يبقى فوردت، مع الفير والزي والزي يبقى فوردن. بعد كده فعل كونتن الإيش نفس تصريف الإيه والإس والزي يبقى كونت. طب مع الدو كونتست، طب مع الاير كونتت، طب مع الفير والزي والزي يبقى كونتن. مثال بيقول لك فوردن زي بيتا داس ليشت ان ماخن، ممكن تشغل النور. فوردن رقم 1، زي بعد كده، بيتا كملت حطيت ان ماخن في الاخر. بعد كده بيقول لك فوردس دو بيتا، فوردست متصرف مع الدو، وبعد كده بيتا كملت كلامي وحطيت مصدر في الاخر. ننزل على التمارين. بعد كده بيقول لك ايه، فوردس دو، فوردس دو انا محتاج مصدر في الاخر. فوردس دو داس فينيستا، داس فينيستا معناها الشباك، الشباك يبقى اوف ماخن. ليه؟ لان اوف ماخن كان معناها يفتح ومحتاج مصدر. طيب بعد كده بيقول لك كونتن، كونتن يعني محتاج مصدر في الاخر. كونتن زي ماين بريل، بريل معناها النضاره، المصدر يبقى ريباريرن. بعد كده بيقول لك فراو ناهد، بكلم فراو ناهد باحترامي، يبقى كونتن زي. تمام يبقى كونتن. بعد كده بيقول لك كونتس دو داس فرشتوك، كونتس دو، كونتس دو داس فرشتوك. فرشتوك هتعمل ايه في الفطار؟ ماخن، يعمل فطار. فرشتوك ماخن. بعد كده بيقول لك دو يبقى انا محتاج فوردست. بعد كده بيقول لك زي انا محتاج كونتن. زي يبقى انا محتاج فوردن. على طول كده. بعد كده بيقول لك كونتس دو هبه، هبه يبقى انا بيقول لك هنا كونتس يبقى انا محتاج مصدر انروفن. بعد كده بيقول لك زي، زي يبقى انا محتاج مصدر يبقى كونتن زي، كونتن زي كذا كذا امبروبيرن. تمام. بعد كده بيقول لك كونتن زي بيت ماين بريل، ماين بريل يبقى انا محتاج مصدر ريباريرن. تمام، ماين بريل معناها نضارتي. فوردس دو بيتا شتفت، شتفت معناها قلم رصاص، كوفن. ليه؟ لان انا هنا قلت لك فوردس يبقى انا محتاج مصدر في الاخر. فراو مول كوما يبقى انا بكلمها بصيغه احترام، انا محتاج فوردن. ليه؟ لانك هتلاقي هنا زي. بعد كده بيقول لك فير، فير يبقى انا محتاج كونتن. ليه؟ لان الفير ده بيتصرف زي زوج جمع، يبقى انا محتاج كونتن. بعد كده بيقول لك فوردن زي مير بيتا دي بوست، بوست اللي هو البوسطه، برينجن ممكن تجيب لي البوسطه. تمام. بعد كده بيقول لك زي، زي يبقى انا محتاج فوردن. طيب انت هنا هتبص على زند وهابن، زند وهابن ما هم نفس تصريفاتهم مع الزي. قال لك بس انا هنا عندي في الاخر ايه؟ الفعل محطوط في المصدر، الفعل محطوط في المصدر، يبقى هتجيب فوردن. لان انت لو حطيت زند او حطيت هابن لازم تلاقي هنا تصريف ثالث، لازم تلاقي هنا تصريف ثالث. طيب بعد كده بيقول لك فوردس دو انا محتاج مصدر. فوردس دو ديت سيجاريتا، سيجاريتا معناها السيجاره او سماخن. اولا لقيت فوردس انا محتاج مصدر، لقيت هنا او سماخن يطفي السيجاره. بقول لك فوردس دو بيتزا، بيتزا ماخن. ليه؟ لان انا عندي هنا فوردس انا محتاج ماخن. بعد كده بيقول لك زي، زي انا محتاج كونتن. بعد كده بيقول لك زي، زي انا محتاج فوردن. على طول كده هتلاقي الافعال هنا في الاخر كلها مصدر. تمام. بعد كده بيقول لك كونتس دو، كونتس دو اوف دي كيندر، اوف دي كيندر معناها الاطفال. اوف باسن، اوف باسن يحترس، ياخد باله على الاطفال. اوف باسن. عمرو اندمي يبقى انت بتكلم اتنين، بتكلمهم بالاير، يبقى اسمها كونتت.
كونتنت، حتى هنا وضحت لك الاير اهو، يبقى كونتنت اير. بعد كده بيقول لك فوردن زي، فوردن زي اينن كوشن، اينن دي مش كوشن دي كوخن، فوردن زي اينن كوخن مكتوبه بس بالغلط، فوردن زي اينن كوخن بشتلن، كوخن اللي هو جاتو. اولا انا عندي هنا فوردن، يبقى انا محتاج مصدر في الاخر، المصدر هتلاقي هنا ايه بشتلن. بعد كده بيقول لك هالا كوما، يبقى انت بتتكلم هالا دو، يبقى كونتست كونتست. طيب بعد كده بيقول لك الاير، الاير يبقى كونتت، تتاكد هتروح في الاخر هتلاقي مصدر انروفن. بعد كده بيقول لك السيستكالت الجو برد، كونتست دو داس فينيستا، الجو برد تعمل ايه في الشباك؟ صمخن، يقفل الشباك. بعد كده بيقول لك هنا اير بيتزا ماخن، اير يبقى فورتت، تمام. بعد كده بيقول لك اير داس ليشت اوس ماخن، اير يبقى فورتت برضه، لان التصريف مع الاير. بعد كده بيقول لك شولر يبقى كونتت، لان انت بتكلم الطلبه حتى هتلاقي هنا اير. فرو ماير بتكلمها باحترام، يبقى فوردن، لان انت هتلاقي هنا زي. بعد كده دو يبقى كونتست. بعد كده بيقول لك فوردس دو دين فوسبال، فوسبال ميت برينجل، تجيب الكوره معاك. بعد كده بيقول لك كونتت اير اونس مورجن، مورجن بيزوخن، ممكن تزورونا بكره. فوردت اير سو بيتا، سو بيتر، سو بيتر معناها الى بيتر فارن، تمام. بعد كده بيقول لك كنت انزيبت اين بيسشن، اين بيسشن فارتن، استنى شويه. بعد كده بيقول لك كنت انزي، كنت انزي ان ماخن، ان ماخن معناها شغل جهاز، مين الاجهزه هنا؟ يبقى ده راديو. بعد كده بيقول لك كنت انزيبت ان تشنكا، تشنكا معناها الفني او اخصائي صيانه، تشنكا شيكن يورسل. بعد كده بيقول لك بوردس دوبت لوت، لوت بصوت عالي يبقى اشبريشن. بعد كده بيقول لك كونتت اير ان دين كلوب، ان دين كلوب الى النادي، ميت كومن. بعد كده بيقول لك كونتن زيبت دين هيرد، دين هيرد ده جهاز يبقى اوس ماخن. بعد كده بيقول لك كونتن زيبت ماين بريل، ماين بريل معناها نظارتي يبقى ريبارير. بعد كده بيقول لك فوردن زيبت دين فلوج، دين فلوج نخبون الطياره الى بون، دين فلوج نخبون بوخن، تمام. بعد كده بيقول لك كونتنزي مورجن، كونتنزي بيتا مورجن فور باي يمر عادي. بعد كده بيقول لك كونتنزي بيتا بريف ماركن، بريف ماركن يبقى كوفن. بعد كده بيقول لك فورتس دو بيتا دين فيج، دين فيج اريكليرن يشرح الطريق. شكرا جزيلا، وافتكر ان انت لما تيجي دايما تحل لازم تظبط المعنى والجراماتيك، لازم الاثنين يكونوا مظبوطين، اوعى تنسى الموضوع ده. شكرا، سلام عليكم. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب وشير، اوعى تنسى شير، خليك كريم، خليك حبوب.